حي الله الحبايب، وياكم مسام جيمز، ومثل موعدكم دائما وياكم بكل شيء جديد. مثل ما تعرفون احداث جي تي اي هذا الاسبوع احداث اسطوريه وخرافيه وباقله. خلونا نتعرف على الاحداث، ولا تنسونا بلايكاتكم وبدعمكم. حياكم الله الدسكورد تليجرام، ولاي مساعد تحتاجوه بعالم جراند ما راح نقصر وياكم. خلونا نشوف شنو هاي الاحداث الاسطوريه. ومثل ما تعرفون ستور جراند الكل الحسابات المهكر. كنا نعرف فرانكلين ودكتور دري والايجنسي كمل مهمة The Final Don't with Dr. Dre وراح تحصل على 100,000. أما نجي إلى المهمات اللي Double XB و Double RB The Date Leaks Short Trip Sumo Remix. نجي إلى التخفيضات 40% لهذا السبوع. السيارات خرافية أسطورية Surfer Custom Boardway Horting Sabre Toma Coupe Grotti Cheetah هورتينج إيفيرون وميشيل جي تي بيجاسي ستوريرو كوميت اس ار دومينيتر جي تي اكس فابت تاكسي وجورني 2. نجي الى التخفيضات 30% للمباني، وتخفيض خرافي اسطوري هو للايجنسي. طبعا كل لاعب محتاج الايجنسي لان موقع خرافي باسلحة وبتطوير السيارات المدرعة اللي هي السيارات السريعة. فكل عليك تضغط الدستيني 8 تجي هنا على الايجنسي، راح يطلع لك بس الايجنسي اللي موجود بالماب. فمثل ما تشوف الايجنسي اللي انا اللي عندي، وهذا هو الايجنسي طبعا خرافي، وتقدر تشتري بي وركشوب تصلح سياراتك على ارمر على كل شيء. وانصح كل الحبايب انه يشترون الايجنسي. نجي الى تاجر الاسلحة لهذا السبوع دبل بارل شوت جان. اي واحد يحتاج تاجر الاسلحة كل عليه انه يطلب من الادمن وين مكان تاجر الاسلحة وننطيه مباشرة. كومت سفاري بالاسكار ميت لهذا السبوع كل عليك انك تفوز بالسباق 5 مرات. نجي الى سيارات سيميون لهذا السبوع سيمينول فرونتير دينكا اكوما كروتي جي تي 500 لمباداتي ميشيل جي تي والسيارة الاخيرة بفستر كومت. نجي الى سيارات اللوكسري اوتو امبلر ال اكس فابت دومينيتر جي تي. نجي الى سيارات التست بالال اس كار ميت، وتقدر تشتريهم بنفس الوقت اللي هي كروتي تشيتا بيجاسي توريرو وكوميت اس ار. اتمنى من الله حبايبي انه عجبكم هذا المقطع، ولا تنسونا بلايكاتكم وبدعمكم. حياكم الله ديسكورد تليجرام لاي مساعد تحتاجوها. ومثل ما شفتوا هاي الاحداث جي تي اي، وان شاء الله ننزل لكم ليفل وجلتشات مثل ما تعرفون تجمع الال اس. حياكم بالبثوث لكل سيارات المهكره، وان شاء الله اشوفكم مقطع ثاني. واقول لكم peaceful love ومع السلامه.